اوكي، بدنا شوكولاته بيضة مدوبه، وبدنا شوكولاته سودا كمان مدوبه، وبدنا كاندي حسب الذوق. اذا هي عباره عن نوعين من الشوكولاته اللي بنشتريها الواح من السوبر ماركت، مش هيك غاده؟ هيك. هلا انت عم بتدوبيهم؟ انا بدوبهم. اوكي، بدنا نجيبهم عاد الغاز ولا بدنا نضل هناك؟ ايش خليهم بقى، خليهم هناك. اوكي طيب، هلا لحتى نعمل هدول العلب احنا بدنا قالب يعني مثلا. شوفي القالب موجود، لو مش موجود القالب اي سلطانيه شوربه من السودانيين اللي بنقدم فيهم المقبلات مثلا، اللي بنعمل أيوة. فيهم الحمص يعني اي حاجه تكون صغيره، بس لازم ياخدوا بالهم ان ما تكونش من تحت اوسع من فوق. ايوه ما بتزبطش. يعني صح. لو من تحت يعني لو هي من تحت اوسع ما حاجي اطلعها مش هتطلع، هتطلع ازاي من الحته الضيقه اللي فوق. فبس لازم ناخد بالنا ان هي يا تمام. اما كلها نفس الزوايا مظبوطه، او الميلان بيبقى فوق هو اللي اوسع، بس ما ينفعش تحت تبقى اوسع. تمام. ولو القوالب موجوده طبعا بيبقى احسن واحسن. يعني مثلا لا خلاص بلاش، يعني ما ينفعش مثلا زي كده او ما يشابه كده. لا 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 ما بيزبط. لازم صحن عادي زي اي زبديه. اوكي، القوالب دي بلاستيك وموجوده في السوق ورخيصه مش غاليه ابدا، وهيك بتطلع هالقد بتلمع بمنتهى السهوله. هلا انت ما ضفتي زبده؟ ما ضفتي؟ لا لا ولا حاجه. استعملتي يا شوكولاته بيضة او شوكولاته غامقه؟ بالظبط. تمام خلاص، هي بتبقى كده. خلينا بس معلش هو ما بيقصرش. طيب اول حاجه عايزه اعملها، عايزه اقيس مقاس الوش، يعني المقاس ده عشان ده اللي هيبقى الغطا. قديش بدهم بس بالثلاجه ليقيسوا؟ ولا حاجه. والله 10 دقائق. اوكي، فانا عندي قطاعه نفس المقاس، شايفه؟ فيا اما برسم هنا بالقلم الدايره وبحط الشوكولاته السايحه وبفضل اضغطها، بس ما بيطلعش المقاس مظبوط. الأسهل إن إحنا نعمل فرشة من الشوكلت هنا، نفرش حتة وبعدين نضغط كويس عشان نطلع الهواء منها، وبس تجمد شوية بحط القطاعة بتاعتي في مية سخنة نص دقيقة، بطلعها بنشفها بورق مناديل، وبعدين بنزل على الشوكلت اللي عندي بعمل كده 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 لغاية ما أقطعها، فيبقى عندي الشكل ده. حلو، شوفي السماكة قد إيه ممتازة. تمام؟ اوكي خلاص، ده علشان نعمل الغطا، شايفه ازاي؟ بس كده خلاص. مثلا احسن ايش عملتي غاده انك ما استعملتي البندوره. لانها عن جد زاكيه كثير. بالهنا والشفا، طعمها زاكي لانه البندوره لها مواسم، في مواسم بتكون طعمها كثير طيب. طيب انا هاخدها احطها في الفريزر دقيقه. بس دقيقه عشان ما تتخلط مع الشوكولاته الثانيه. بالظبط. على ما تخلص خليني بس انا دلوقتي نلزق دول وحوريكم ازاي طبعا عملناهم. بس لازم نلزقهم علشان الوقت. احنا بقى ممكن القاعده اللي عملناها تحت دي اما بنستعملها، شوفي انا دلوقتي عملت من الدوائر الصغيره والكبيره. اوكي، الدوائر الصغيره هخليها هي القاعده اللي تحت للطبق علشان نحطه على بعض كده. هحطه ازاي؟ بس نقطه من الشوكولاته بس اللي عندي. غدا انت لما تصبي الشوكولاته بدها تكون بردت ولا وهي حامله؟ شوفي لما تصبيها بس بالقالب. لازم تكون يعني دي لازم تكون شويه يعني مش سخنه قوي علشان ما تسيحليش الشوكليت. أيوة. دي بس هحط انا نقطه كده، مش هتعمل حاجه، بس كده. وهروح واخده الثانيه وحطاها كده. حلوه هاي الفكره. كده بس لازم اتاكد انها سليمة، قصدي مش معوجة. خلاص اهي شايفة؟ بعدين بروح قلباها كده اهو. حلو بس مايلة شوي. شوي معلش خلاص، حلو مايلة. لا قد ايه بتقدري تتحكمي فيها؟ صعب هلا. خلاص دلوقتي جمدت. خلاص خلاص خليها مايلة. ما هو كتير في صحون مايلين. ممكن نعمل شكل تاني ان احنا نخلي دي تحت فهي تبقى كأنها فنجان، شايفة؟ حلو. اوكي ففي كذا فكرة بنقدر نعملها.
للاطباق دي، هي فكرتها لذيذة جدا وشكلها بيبقى حلو في التقديم. زي ما انا شايفة كل 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 الاطراف لازم تتغطى، وبعدين هروح عاملة كده عشان انزل الباقي. شايفين الدوريات ازاي عاملة اشكال لطيفة كتير حلوة. هنعمل كده 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 عشان انزل كل الزيادة. طيب بنقدر بقى بعد كده ناخد من يا عيني عليك. مظبوط، انا حطيت كل واحد، بعرفش اذا انت قصدك هيك. قصدي جمال قوي. ايه هاي حلوة، غطا هاي. حطيت الغطا هون. فين؟ لا هاي غطا هاي اي حاجة. اي حاجة هيك ولا دي علشان نعملها باخد بس شوية شوكليت وبحطها نقط نقط نقط، ومن النقط دي بقدر ألزق أي بقى حاجة أنا عايزة ألزقها. كده بص يا لولو. أها. ممكن بس نعمل نقط كده. مغريات. وأي حاجة عندكم زينة بناخدها. شايفة ازاي فكرتها سهلة يا رندا؟ كتير. لا وممتعة. اسمع انسجمت انا. بنحط الزينة بتاعتنا كده، واحنا كده نبقى ايه خلصنا. تمام يلا حلو. خلاص مثلا ده ممكن يكون غطا. لا لا مش معقول، شو رواق ومهضوم كتير حلو.